برجك يقول قبل لا نقول لأبراج والله ما حد جوه حلو إلا إحنا مع دي جي بونيتا صراحة يعني thank you so much على الأجواء اللي قاعد تعطينا إياها من الصبح. أنا شفتها نص دور يمين نص دور يسار إيه؟ هذا وضعي صار بالاستديو. حاولنا كثر ما نقدر نسيطر على مشاعرنا مع فرح لكن إحنا أكيد مستمرين وياها حتى لما نقول أبراجنا يمكن نخلص بعد شوي ساعة 9 بس مو معناته إن إحنا خلصنا صح لأن إحنا راح نكمل ليه 9:30. حلو يعني إذا ما مداك تسمع الفصلة اللي إحنا فيها ليه 9:30 خليك جاهز فرح راح تغير يومك وبداية الأسبوع راح تكون مختلفة بشكل وايد كبير. يس نتكلم الحين عن الأبراج كون الحين الناس كلها تفكر ناس يحبوني ما يحبوني ليش عرفت هذا الودة يحبني ما يحبني يحبني ما يحبني إحنا اليوم بنقولك الناس ليش ما تحبك أنت بالذات. برج الحمل شوف عاد خلينا نقول لك الناس ترى عند فيهم يعني انت فيك هالكم صفه ترى ضيفتنا حمل ابي خزتني عشان كذي كيف ترى انت خاف تشيل الاغراض وتمشي تكفين لا تزعل. لا يعني شوف ايه هو الموضوع كله عندك انت يعني انا يبين الحين انت بتقولي لي اذا صح ولا لا. اوكي اوكي حلو في ناس ترى ما تحب تعترف خلينا نشوف احنا راح نقول لك الحين ما ندري اول بدايتنا مع دائما برج الحمل يقول لك برج الحمل اساسا انت انسان عصبي ومتهور. اوه عصبي ومتهور لا كلش عاد صدق يعني نوعي ما اعترف بس لا اعترف ان انا كلش معصبيه ابدا لا زين متهوره لا والله شكلك متهورة إيه بالأغاني متهورة أنا شو وجه الأغاني مشيتها إنك أنتي معصبية بس متهورة كلش معصبية حرام صدق زتها قلنا ليش الناس عليه ما يحبون الحمل ما حد ما يحب الحمل بس ترى روان معلوماتك خاطئة بس روان ترى بس أنتي ما تحب إيه بس أنا أقصد عن يعني سايد إيه سايد الريايل الحمل أوكي خلاص البنات لا أنتوا زين مظلومين هم مساكين والله. خلا وديكم لبرج الثور ليش الناس ما تحبك باختصار لأنك عنيد راسك يابس عشان كذي ولا من غير منطق أصلا بعد يعني معاند بدون منطق فعشان كذي الناس ما تحبك تكرهك الثور. عيل خذ الجوزاء ترى وايد منطقي الناس ليش ما يحبونك عشان هالخصل اللي فيك لأنك مزاجي وهذا شيء وايد واضح والشيء الثاني واللي إحنا نبصم بالعشرة إن فيك أنت كل ساعة لك رأي يا يمين يا يسار ما ترسلك على بر. أنا بهذه أتفق وياك. أما السرطان فإذا كان ودك تعرف ليش الناس ما تحبك باختصار لأنك دراما كوين وحساس زيادة على اللزوم متى ما خفف من هالشي صدقني الناس راح تبتدي تتقبلك. أوكي الأسد يعني أتوقع عايزنا وإحنا نقول لك ترى أنت إنسان مغرور وايد مغرور خفف شوية الكشة اللي أنت عايش فيها ولا تكون متسلط لأن بسبة غرورك وتسلطك الناس ما تحبك. عذرة يا عذرة إذا كان ودك تعرف ليش الناس تكرهك لأنك أنت الإنسان إذا أيت أي مكان أو حضرت الناس تبي تبتعد عنك لأنك تبي تبتدي تنتقد وما يعجبك العجب فتكفى خفف يا أبو انتقاد. شوف الميزان عيل يعني يمكن ما تتوقع أن الناس ما راح تحبك بسبت هالخصلة لكن هذه الحقيقة والواقع وإحنا وايد آسمين راح نصدمك. ميزان أنت وايد هادي وايد دبلوماسي زيادة عن اللزوم وهذا قاعد يخلي الناس يستفزهم الطبع اللي فيك. عقربيتو يا الجار إذا كان ودك تعرف الناس ليش تكرهك يعني إذا يوم من الأيام سألت نفسك باختصار لأنك شخص كتوم وردة فعلك مو معروفة. ردة فعلك مو معروفة؟ سبحان الله. أشوف ردة فعلك مو معروفة؟ سبحان الله. كتوم راح أكتم ما راح أرد عليك. لا ساعة يصرخ علينا. شوف هذا عكس الكتوم هني. ردة فعلك اللي ما نعرف لها صح. صراحة يعني كانت واضحة جدا. القوس يزينك يا حالاتك لكن هالمرة بالشيء اللي صدق الناس ما يحبونك فيه ترى صدق وأتمنى تعدله حق السنة الجديدة لأن لسانك طويل وايد وبالدرجة بكثر ما لسانك وايد طويل ما تراعي مشاعر اللي قدامك يعني أنا ما همني بنتقدك شكلك مو حلو رح يقول لك شكلك مو حلو مو عاجبك رح يقول لك إنه هو مو عاجبه. جميل برج الجدي ماكو شيء حد يكرهك عليه غريبة لا طبعا نهب الونيان طوف قول ماكو شيء فعلا ترى يعني فعلا الجدي مكتوب انه يعني انسان سبحان الله محبوب الكل يحبه اي صح صدق حتى انا قاعد اشوف نفس الاشياء اللي قاعد اقولها كمل هذا وين فيها اعدادكم غير اعدادي ولا شنو كمل ويدخل القلب سبحان الله وصديق وقت الضيق والله يكثر من امثال الله يكثر من قاعد اقرا الورقه من امثالهم لا مو بس كذي بعد انا قاعد اشوف وانيق خصوصا لما يلبس هاينك صحيح صحيح صحيح
والالوان ما تزهل عليه. شوف 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 صح 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 سبحان الله سبحان انا صديتكم. شوف الربع روح الدلو عين ميلادك لازم فرح. شو نسوي بعد يعني؟ هذا صديق وقت الضيق. اكيد اكيد. الدلو 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 شخص غريب الاطوار كله متملل والناس تعيز وهي تراضيك وتحاول تخلي يومك جميل لكن انت ابدا كله معاجبك وعاقد نونتك. عشان كذي ترى الناس يتضايقون منك ويكرهون الخصل اللي فيك. حوت يا حوت، مع انك انت انسان جدا يعني حساس وعاطفي وايد، ولكن احيانا اذا زاد شوي الموضوع يصير الموضوع عندك تشخصن، فاذا شخصنت يبتدي الواحد يكرهك لانه بس عاد خلاص عاد خلاص بس ما تسوى السالفه. فهذه كانت صفاتكم اللي ممكن اي طرف يكرهك عليها، فحاول تخفف دام ان احنا واصلين لنهايه السنه. حاول تشتغل على نفسك شوي.